وحيو خلاص بن سند خلاص بو سلطان خلى على كيفه. جود مورنينج صباح الخير صباح الخير سلطان صباح الخير سلطان يا راعي الفايز يا راعي الفايز 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 الله. سعود بن سلطان الهاجري تستاهل فوز الفايز بالشوط الرئيسي وتكراره بعد سباق المحلي الاول وتحطيم التيم ايضا يضيف شوط رئيسي في هذا السباق المحلي. تستاهل خير يا ابو بريك الله يسلمك ما شاء الله تبارك الله البعير مثل ما يقولون ثابت مستواه ويبشر بخير. وذكرنا وذكر المشاهدين بسلالته وانجازاته. سلالته الله يسلمك مخلص انتاج ام الزبار وام وشاح. هو البعير هذه ثالث مشاركه له ولا ذاق طعم الهزيمة الموسم هذا. شارك في المحلي الأول في الشوط الأول الرئيسي وسجل أفضل توقيت وشارك في المرموم في تمهيدي المرموم اللي طاف وسجل أفضل توقيت الشوط الأول الرئيسي واليوم اللهم لك الحمد الله وفقه وسبق في الشوط الأول الرئيسي. الله يوفقك. طبعا مالك الهجن ما حط العزبة وسوى الهجن اللي يبغي النواميس والجوائز والبيع. أنا سمعت من الجمهور ونبغي التصريح منك أن القعود وصل سومات أو وصل أقيام وهل فيه شيء من الكلام هذا؟ نعم صحيح وصل سوم جزاهم الله خير اللي ساموا لكن ما هي بقيمته. وصل سوم ولا هي بقيمته ونسام وكلمونا فيه بعد من برا وبرا كلش ما فكرنا في بيعه. قعوده هنا إن شاء الله القعود مستهدف به بإذن الله الرموز المليونية اللي كان هالبيعت بإذن الله إن شاء الله في رمز المؤسس إن كان طيب وبخير بتشوفه إن شاء الله يا أبو بريك. تصريح من أبو سلطان إن القعود يا أهل التناية بيكون جاهز للمؤسس وهو مخلص. نذكر الجمهور إنه أخو الجزيرة من أمها صحيح؟ أي نعم مخلص أخو الجزيرة من أمها والجزيرة تغدي عمة القعود. نعم وسلالة الفايز فيه يعني سلالة الجزيرة الجزيرة الفايز معزز مكرم ونعم به الفايز الجزيرة بنت الفايز بعد ما رح نبعد. أي نعم أي نعم هذه المسائل شو اسمه السلالة هي تحب المسافة الكبيرة. نعم صحيح نعم وتثبت تثبت. الله يوفقك بشر عن مشاركة حلال غير الفايز. والله ركضت ناقة في الشوط الأول قامت ولا جات أما سادس ولا سابع وفي شوط المحليات عندي العفريت جات ثالث لاحقة البكرة وان شاء الله بتشوفها في المراكيض الجايه بتشوفها ان شاء الله قدام. اسال الله يوفقك الفوز وانه مسلم تهدي. اهدي لجميع مشجعين الشعار وجميع اللي مقيضين في ميدان الشحانيه. وجهك وشكرا جزيلا. كابيض يا ابو بريك. انا اشهد ان من طرب غنى وغنيت انا اليوم ترباني رجل الوطن ما دخل غنى منا منا ان العمر فاني يا ما كتبنا ولحنا غدار عذبتنا الحالي من دونها ما تحصلنا في حكمة الإنسان يحصل.